بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 11 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيه. يقول السائل أبو إبراهيم: أرجو أن تقف مع بداية سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى ألف لام ميم هذا من الحروف المقطعة التي لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول أن هذا إشارة إلى الإعجاز، لأن هذا القرآن مركب من هذه الحروف وأمثالها، هذا من الإعجاز، فهو مركب من هذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها، لكنكم لا تستطيعون أن تأتوا مثل هذا القرآن أو بآية منها أو بسورة منه، هذا إشارة إلى الإعجاز. ولهذا يأتي بعد كل مقطع من هذه الحروف في أول السورة ذكر للكتاب: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء ذلك الكتاب، يأتي ذكر للكتاب، مما يدل على أن هذه الحروف إشارة إلى الإعجاز. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة وصلت باسم سماحتكم. يقول هذا السائل الشيخ صالح: إمام مسجدنا صلى بالجماعة على غير طهارة واكتشف ذلك أثناء الصلاة، فما الحكم في حقه وحق المأمومين؟ عليه إذا كان دخل في الصلاة وهو على غير طهارة فإن هذه الصلاة غير صحيحة، فعليه أن ينصرف، إما أن يوكل من يصلي بالناس، وإما أن يأمرهم بانتظاره حتى يتطهر ويأتي ويصلي بهم. وهذا شيء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما تنبه أنه على غير طهارة قال مكانكم، ثم ذهب وتطهر عليه الصلاة والسلام وجاء وصلى بهم، ولا يستمر وهو على غير طهارة، صلاته باطلة. نعم. السائل أبو سالم يقول: شيخ، قرأت في كتاب التوحيد ورد في باب التوحيد بعنوان: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما معنى ذلك؟ حقق التوحيد يعني صفاه، تحقيق التوحيد تصفيته من الشرك والبدع والمعاصي، هذا تحقيق التوحيد، وهذه مرتبة عالية، ولهذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنه حقق التوحيد. نعم. السائلة أم صالح تقول: شيخ، أنا مدرسة وراتبي طيب ولله الحمد، ولي أخ يريد الزواج، هل أعطي أخي الشاب ليتزوج من زكاة مالي؟ إذا كان لا يستطيع أن يتزوج إلا بالمساعدة فساعديه ولو من الزكاة. نعم. تقول: يا شيخ، هل يمكن الجمع في النية بين صيام 3 أيام من الشهر ويوم عرفة؟ لا تخلط هذا مع هذا، صم يوم عرفة وصم 3 الأيام قبله أو بعده من الشهر، لا تخلط هذا مع هذا. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، الحكم في من توفيت بعد أن أخذت من رمضان أياما مفطرة، هل عليها صيام أم لا؟ إذا ماتت بمرضها فإنها ليس عليها شيء، أما إذا أفطرت من أجل المرض ثم شفيت واستطاعت الصيام لكنها ماتت فإنه يكمل عنها، يصوم عنها وليها، قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. فضيلة الشيخ، نسأل دائما عن قضية إهداء ثواب الأعمال للأموات، فوالدي ووالدتي كانوا في حياتهم يقول قصرت في أداء رعايتهم، فما هو الحكم في إهداء ثواب الأعمال من الصدقة ومن الاستغفار ودعاء؟ الأعمال التي ورد الدليل لأنه يهدى ثوابها إلى الأموات يهدى، مثل الصدقة للحج والعمرة، هذه يهدى ثوابها إلى
الأموات مثل الدعاء، هذه أمور ثبت أنها تنفع الأموات بإذن الله إذا تقبلها الله. نعم. أحسن الله إليكم. شخص شيخ دخل مكة بغير نية العمرة ثم أراد الطواف بالبيت، هل له ذلك؟ نعم لا بأس بذلك، يطوف طواف بالبيت لقدومه إلى البيت وتحية البيت. نعم. يقول: ما القول الراجح في طواف الوداع بالنسبة للمعتمر؟ الراجح أنه لا وداع عليه، إنما ورد الوداع في الحج ولم يرد في العمرة. نعم. يا شيخ، إذا شك الإنسان في صلاته فكيف يكون السجود؟ هل يسمى حينئذ سجود شك؟ إيه نعم، سجود السهو أو التلاوة. سهو. سجود السهو لثلاثة أمور: إما لزيادة في الصلاة سهوا، أو لنقص في الصلاة سهوا، أو لشك فيها. فيبني إذا شك يبني على اليقين، يكمل صلاته ويسجد للسهو. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل بالنسبة للشاب الذي وصل إلى 35 ولم يتزوج، وأيضا لم يؤدي فريضة الحج حجة الإسلام، بأيهما يبدأ؟ إن كان عنده مال يتسع للحج وللزواج فإنه يخير أيهما يقدم. أما إذا كان ماله قليلا ولا يكفي إلا لأحدهما فإنه يبدأ بالزواج ليعف نفسه. نعم. يقول السائل: يا شيخ، هل على المسافر صلاة سنن للرواتب؟ إذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يصلي الرواتب. قال ابن عمر رضي الله عنه: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت إلا راتبة الفجر، فإنه لا يتركها لا حضرا ولا سفرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك. نعم. هذا خالد عبد الله يقول: سمحت الشيخ صالح، ما حكم من يقول توكلت على الله ثم عليك؟ هذا لا يجوز هذا اللفظ، لكن يقول توكلت على الله ثم وكلتك بكذا. نعم. أحسن الله إليكم. عايد يقول: أسأل عن حكم من ينام عن صلاة الفجر بحجة أنه يسهر الليل لغرض الدراسة والامتحانات. هذا ليس بعذر، ولا يجوز له أن ينام عن صلاة الفجر، بل لا بد أن يؤديها في وقتها مع الجماعة، وليس السهر للدراسة أو لأمر آخر ليس عذرا في النوم عن صلاة الفجر. نعم. عبد الله محمد يسأل الشيخ صالح، يقول: من أسماء الله المؤمن، فما معناه؟ وهل المعز من الأسماء أيضا، وما معناه؟ المؤمن من أسماء الله سبحانه وتعالى، المؤمن المهيمن، والمؤمن من معناه أنه الذي يصدق عباده، لأن الإيمان معناه التصديق، يصدق عباده ويزكيهم سبحانه وتعالى، وكذلك يؤمنهم من المخاوف. نعم. هذا يسأل أبو عبد الله، يقول الشيخ صالح: بالنسبة للصلاة على الميت في المسجد، ومن ثم إذا حضرت إلى المقبرة يقوم بالصلاة عليها، وتصلى على الجنازة عدة صلوات من المتأخرين. الذي صلى عليها في المسجد لا يصلي عليها في المقبرة، لا يكرر الصلاة عليها. وأما من لم يحضر الصلاة عليها في المسجد إنه يصلي عليها في المقبرة، وإذا دفنت يصلي على القبر، إذا دفنت قبل أن يصلي عليها يصلي على القبر. نعم. حديث: هل ورد حديث اسأل الله لأخيكم الثبات فإنه يسأل؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت يقف عليه ويقول لأصحابه: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا يستحب إذا فرغوا من دفن الميت أن يقفوا عليه ويستغفروا له، ولا يستعجلوا في الانصراف، واستغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الله جل وعلا قال في المنافق: ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني للدعاء له والاستغفار له، على أن المؤمن يقوم على قبره ويدعو له بعد الدفن. نعم. أحسن الله إليك الشيخ صالح. يقول السائل بأنه يدرس في الخارج، فما حكم قصر الصلاة يقول وجمعها أيضا للدارس والذي سيستمر أكثر من 6 سنوات؟ لا يجوز هذا، هذا انقطع سفره بالإقامة، يصلي صلاة حاضر ويتم الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن الصاع النبوي، ما مقداره وهل يستخدم في وقتنا الحاضر؟ الصاع النبوي مقداره 3 كيلو تقريبا، هذا الذي اتفق عليه هيئة كبار العلماء أنه 3 كيلو تقريبا. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن صيام يوم عاشوراء، ما الأفضل فيه
وماذا يكفر من الأعمال مأجورين؟ صيام يوم عاشوراء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية. نعم. يقول: من عادتي شيخ صالح بأنني أصوم شهر الله المحرم كاملا. هذا شيء طيب. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، وكان يقوم ثلث الليل وينام نصفه ويقوم سدسه عليه الصلاة والسلام. وخير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وإذا صام شهر محرم كاملا فهذا فيه فضل عظيم. وإلا على الأقل يصوم اليوم التاسع والعاشر منه. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. ورد هذا السؤال الحقيقة من أحد الإخوة الشيخ، يقول: ما صفة الإطعام في الكفارة وما فضلها؟ صفة الإطعام أن يدفع لكل مسكين كيلو نصف من الطعام، كل مسكين، يعني كان 60 مسكين أو 10 مساكين، هذا يختلف باختلاف الأحوال، ولكن كل مسكين يدفع له كيلو نصف من الطعام. نعم. هذا يسأل يقول: شيخ، بالنسبة لنقل الفتوى من العالم إلى الآخرين، ما يجوز هذا؟ يسأل مباشرة لأهل العلم ولا يتناقلون فتوى، ربما أنهم لم يفهموها أو أن الفتوى غير صحيحة أيضا. من عرض له سؤال يسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. يقول هذا السائل مصري: بأنني قدمت للحج فضيلة الشيخ، وكان ترتيب رحلتي على المدينة المنورة، فمن أي مكان أحرم وأنا من مصر؟ تحرم من الجحفة. قالت أهل مصر وأهل المغرب وأهل الشام من الجحفة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن المعية في قوله تعالى: إن الله معنا. المعية معيتان: معية إحاطة وعلم، هذه عامة لجميع الخلق المؤمن والكافر، والثانية معية نصر وتأييد ومحبة، هذه خاصة بالمؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل أو أخت سائلة تقول: شيخ صالح، من المكلف بتحجيج الوالدين في حال عجزهما عن الذهاب إلى مكة؟ لا يكلف أحد، لكن إذا كان الوالدان يستطيعان الحج لوجود النفقة فإن الحج يجب عليهما أن يباشراه إذا استطاع، أو يوكل من يحج عنهما إذا عجز عن مباشرته عاجزا مستمرا، وكلان من يحج عنهما. نعم. هذا السائل أبو عمار يقول: لماذا اقترن في الآية الكريمة الصلاة بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة؟ استعينوا بالصبر والصلاة، الله جل وعلا جمع بين الصبر والصلاة، لأن الصلاة تعين على تلقي المشاكل وتسهل للعبد حلولها، وكذلك الصبر فيه أيضا إمداد للعبد بحسن الرجاء وتوكل على الله، انتظار الفرج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل مقيم في الرياض يقول: بالنسبة لحكم الشريعة في نقل القبر من مكان إلى آخر، هذا يرجع إلى المفتي أو إلى القاضي في البلد وإلى الإفتاء في الرياض، فلا ينقل القبر إلا بإذن شرعي من إحدى الجهتين، ما من القاضي في البلد وإما من الإفتاء، وعادة أن القاضي يكتب للمفتي بهذا الشأن وينظر فيه. نعم. هذا السائل أبو عبد الله الشيخ صالح يقول: استقدمت خادمة واشترطت علينا أن نحججها قبل إتمام المدة وقبل سفرها، ولم تسمح لنا الظروف، وأعطيناها مبلغ الحجة وقلنا تحجين أنت، فسافرت ولم تحج معنا. أدام أنها رضيت بذلك هذا راجع إليها، هذا حق لها، وقد تراضيتم أنتم وإياها على هذا الذي ذكرت، فلا بأس بذلك، ولكن إذا كانت لم تحج حجة الإسلام باقية في ذمتها. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر عند عقد النكاح، وهل لابد من الكتابة، وهل يكفي شاهد واحد؟ الشروط: لابد من وجود ولي المرأة الذي يعقد لها، ولابد من رضاها إذا كانت قد
قد بلغت فلا بد من رضاها بالزوج، ولا بد من الإيجاب والقبول، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من ينيبه، واللفظ الصادر من الزوج أو من ينيبه. نعم. سائلة من بيشة أرسلت بهذا السؤال يا شيخ، تقول: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة هل لا بد من فك شعرها؟ لا بد من نقض شعرها إذا كان عليه شيء من الحنة ونحوه، لا بد من نقضه ليبلغه الماء، ليبلغ الماء إلى البشرة. وأما في الجنابة فلا يلزم نقضه، لأن الجنابة تتكرر وفي نقضه مشقة. فأما في الحيض والنفاس فلا بد من نقضه عند الاغتسال للحيض أو للنفاس. نعم. هذه السائلة يا شيخ تقول بأن والدي زوجها يا شيخ من رجل، وقد أخذ من مهرها 20,000 والمهر كان 50,000، فهل له ذلك يا شيخ؟ إذا كان أباها فله ذلك، وإذا كان غير أبيها كأخيها أو ابنها فلا بد من إذنها ورضاها بذلك. شكر الله لكم شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.